في السويد وضمن عدة أقسام ومراكز دراسات وبحوث علمية يوجد مختصون وخبراء من أصول مهاجرة، ومنهم العرب والناطقين بالعربية. ضيف اليوم الدكتور دانيال ياسجي، الخبير في قسم البحوث التابع لمركز الأرصاد الجوية. السويد اختارته من بين عشرات المتقدمين للعمل أثناء دراسته للدكتوراه في إيران قبل حوالي 5 سنوات. دانيال يحدثنا عن قصة نجاحه، وفي الوقت نفسه يجيبنا عن أسئلة تتعلق بالأرصاد الجوية وكيف تجري التنبؤات بالطقس والمناخ وغيرها من الأسئلة. دكتور دانيال ياسجي، أهلا وسهلا بك في الكومبس. تشرف أنك أنت موجود الآن معنا وتعمل في مركز الأرصاد الجوية، فأكيد في عنا فضول نعرف شو هذا المركز وشو طبيعة عملك تحديدا في المركز. المركز السويدي للأرصاد والهيدرولوجيا يلي حاليا أنا بعمل فيه هو مؤسسة حكومية، لكن هي مهتمة بالبحث بالأمور اللي بتخص الأرصاد والمناخ، جودة الهواء ومسطحات المائية، وهو هيئة بحثية وتشغيلية، يعني بتقدم خدمات للدولة والمجتمع و24/7، بالإضافة لعملية التطوير والأبحاث اللي منقوم فيها بالمركز. يعني أنت طبيعة عملك بالضبط؟ أنا بشتغل بقسم الأبحاث والتطوير بما يخص الأرصاد الجوية بالتنبؤ العددي، بعملية تطوير موديلات التنبؤ العددي. يعني هلأ مثلا نحن بالكومبس ووسائل الإعلام الأخرى، يعني لما نقول نشرة جوية بنأخذها من عنكم طبعا. أنتوا كيف تعرفوا أنه مثلا في أمطار بدها تهطل، أو في شمس بدها تطلع، أو في رياح جنوبية شرقية؟ كيف تعرفوا هالأمور؟ هي مرحلة طويلة جدا، يعني إذا بدي أشرحها بتبدأ من مشاهدات وقراءة الوضع الحالي للغلاف الجوي، بتمر بعدة مراحل، فلترة البيانات بالإضافة لتحضير البيانات والداتا اللازمة للنموذج العددي اللي هو نموذج رياضي لكن بيشتغل على الحاسب. النموذج العددي غير الرقمي؟ طبعا النموذج عددي لأنه مبني على الرياضيات العددية وحل معادلات الجو. بيطلع بعد ما منحل هالمعادلات هذه، بعدين بتروح للمرحلة الأخيرة، هي مرحلة المعالجة اللي بيكون فيها الفوركاسترز أو المتنبئين الجويين بإصدار النشرات الجوية والتحذيرات. يعني اللي بتشوفوه أنتوا هو المرحلة الأخيرة من العملية كلها. وهذا اللي بتنبأ شو بكون اختصاصه مثلا؟ هو بس فقط بجمع البيانات ولا بسموه فوركاستر؟ ايه الجمع البيانات. هو علاقة بالتنجيم والنجوم؟ لا ما في، كلياته مبني على أساس علمية. أساس علمية يعني كلها مبنية على أساس علمية وبناء على حل معادلات رياضياتية يعني بتحكم حركة. وهذا فقط داخل السويد، أما بصير في تعاون مثلا مع دول مجاورة مثلا، أو بتتعاملوا مع مراكز أرصاد خاصة المجاورة؟ مثل أحيانا بيجي موجات برد وصقيع من سيبيريا من روسيا مثلا، في تعاون ولا فقط بتاخذوا البيانات بغير ما تسالوا وين؟ بالنسبه للارصاد الجويه غير الممكن انه تقوم دوله بالتنبؤ العددي لوحدها، لانه بيتطلب تعاون دولي على عده مستويات، لان الطقس اللي عم يحصل هلا بالسويد هو جاينا بالاساس من مناطق من امريكا ومن مناطق قطبيه، وبالتالي نحن في نظام مثلا لجمع القراءات من كافه أنحاء الكرة الأرضية، هذا تعاون عالمي. بعدين بيجي مرحلة معالجة هاي البيانات والتنبؤ من أجل منطقة محددة، مكلف جدا محاسباتيا، يعني بتطلب سوبر كمبيوتر. نحن بالسويد عندنا 3 سوبر كمبيوتر لحتى نقوم بعملية تنبؤ جوية، مشترك فيها عدة دول. وهاي الداتا كيف تاخذوها ضمن تعاون دولي يعني بين المراكز الأبحاث، ولا في معاهدات دولية معينة؟ هي اتفاقيات، يعني مثلا اتفاقيات. دولة السويد، فنلندا والنرويج وإستونيا مشكلين مثل ما يشبه الهيئة، بتقاسموا التكاليف والأبحاث لإصدار حالة الطقس للبلدان الأربعة الحالية. وبالنسبة للمناخ هلأ مثلا الطقس
المعطيات البيانات اللي بتطلع عن الطقس بتفيد الناس العاديين شو يلبسوا مثلا، ولكن شو في إلى استخدامات أكثر من ما إني أنا مثلا أعرف إنه درجة الحرارة اليوم مناسبة شو ألبس قبل ما أطلع. بس أكيد في مؤسسات وجهات تانية بتستفيد من هاي المعطيات. أكيد التنبؤ بالطقس يعني هو بدأ من الحرب العالمية الأولى حتى قبل، لكن بشكل عملياتي بالمناسبة بس لحتى أذكر هون أنه السويد هي أول دولة بالعالم قامت بالتنبؤ العددي بشكل روتيني. التنبؤ ضرورته ليس يعني مو مشان بس الناس تعرف شو تلبس أو شو، طبعا هذا شيء مهم يعني بالنسبة للناس المنظمين والمرتبين حياتهم، أو لكن بالنسبة لقطاعات الدولة المختلفة مثل قطاعات النقل قطاعات الزراعية كتير بيهم وضع الطقس، بعض الشركات الاستثمارية كتير بيهم بعض وضع الطقس. يمكن قبل كان الجيش وال كمان يهم يمكن بالنسبة للطيران بالنسبة له. طالما أنك ذكرت الحرب العالمية الأولى فأنا ربطتها يمكن يكون لها استخدامات كمان عسكرية. يعني كتير من العلوم تطورت أثناء الحروب، أو من علم الأرصاد الجوية لما بلش موضوع الطيران يصير كتير مهم، صار زاد الاهتمام موضوع الأرصاد الجوية، وأغلب الدول كان هو هيئة تابعة لوزارات الدفاع، لكن الآن أصبحت هيئات مدنية. بالفعل حتى الجي بي اس كان عسكري 100%، تمام المساحة والخرائط كان عسكري 100%، بعدين انتقل لل استخدامات المدنية. دكتور دانيال أنت درست بإيران، شو ودك لإيران؟ كيف الدراسة هناك كانت؟ كيف بتصور في كتير سوريين يمكن كانوا يأخذوا منح لإيران، كيف كانت الدراسة هناك؟ يعني الدراسة بإيران بالجامعات الإيرانية، يعني معروف الجامعات الإيرانية معترف فيها عالميا. أنا درست بجامعة طهران ماجستير والدكتوراه بمجال الأرصاد الجوية بالتنبؤ العددي بالتحديد، لأنه هو مجالات متشعبة كتير يعني، لكن القسم اللي أنا تخصصت فيه هو التنبؤ العددي. وبعدين عملت فوق دكتوراه بجامعة طهران. شو كان موضوع الدكتوراه بالضبط؟ موضوع الدكتوراه هو كان بالعربي شوي صعب ترجمته شوي ركيكة، لكن هو يعني شو المشكلة اللي حلتوها المشكلة اللي حليناها نحن انه اثناء عملية تنبؤ بشكل عبويصة، يعني هي بالتنبؤ العددي نحن بنعمل حالة الجو على شكل نقاط ضمن شبكة معينة، في شبكة أفقية وفي شبكة عمودية. أثناء حل المعادلات ممكن الشبكة العمودية تقرب يصير في سماكة قليلة جدا لطبقات الجو. فعمليا المشروع اللي أنا اشتغلت عليه، الموضوع اللي اشتغلت عليه إنه كيف نحن نحل هاي المشكلة بحيث إنه تكون المسافة بين نقاط الشبكة بالاتجاه العمودي دائما متناسبة، لأن إذا صغرت كتير بصير الموديل يعني بيطلع نتائج يعني غلط. مشكلة كتير تقنية جدا، تقنية وضيقة كتير. وكيف جيت على السويد؟ هلأ بالنسبة لجيت على السويد يعني في هي إلى مثل الخوارزمية، يعني الإنسان كنت قدم طلبات عمل أثناء وجودك بسوريا، أثناء وجودي بإيران، بإيران أثناء وجودي أثناء ما كنت عم بعمل الدكتوراه فوق دكتوراه، قدمت طلبات على عدة بلدان وهيك، وكانت أول دولة بتعمل معي مقابلة هي دولة السويد. وكان نحن 30 شخص 30 شخص مقدمين على السويد، 30 شخص اللي مقدمين على السويد من إيران، مو من إيران، من كل دول العالم، كل دول العالم. يعني كان عندهم شاغر معين، في شاغر طبعا، وما لقوا في بالسويد هذا البروفايل اللي انت عندك اياه. بشكل عام يعني بالمركز اللي انا عم بشتغل فيه هو له طبيعه دوليه، يعني انترناشونال انفايرمنت بسموه، فبدهم خبرات من كل دول العالم بس لكن الاولويه انه لازم يعني حسب السويد انه الاولويه اذا موجود بالسويد. واثناء انا تقديمي على العمل كان في منافس من السويد نفسه، فهي بتمر بمراحل. اول مرحله انت اختاروا 10، بعد ال10 اختاروا 3،
بعدين الثلاثة اختاروا واحد اختاروك إلي. طبعا كنت أنا وشخص تركي وشخص سويدي فأنا اللي كنت يعني من 30 شخص اختاروك أنت خلال العملية التصفية نعم الإجراءات كلها. طب نرجع للاختصاص دكتور، متى يصير في خطأ بالتنبؤ أو ما فداحة هذا الخطأ مثلا إذا كان خطأ صغير كبير، وخاصة نحن بالكومبس أو بوسائل الإعلام الثانية لما ننقل خبر عن التنبؤ بالطقس ويطلع مش مزبوط فبلوموا الكومبس ما بلوموك إلك. هلا هون ممكن الواحد يستفيد بالشرح لأنه بس مو تبرير للخطأ لكن لا حتى الواحد يشرح طبيعة المسألة. الأخطاء بالتنبؤ العددي بشكل عام تأتي من كافة الاتجاهات والأصقاع بدءا من قراءة الحالة الفعلية للطقس. يعني نحن لما منقيس درجة الحرارة بالبيت نحن بنقراها لكن هي ما بتكون درجة الحرارة الحقيقية، بتكون زائد ناقص مثلا 1/10 من القيمة الفعلية حسب الجهاز. يعني حسب الجهاز، كل جهاز له خطأ، له نسبة خطأ. ما في جهاز مثالي بيقيس درجة الحرارة بشكل مثالي، أو البارامترات الثانية يعني متغيرات ثانية مثل الرياح والرطوبة الضغط الجوي وغيرها كلها هاي نسبيا بيكون فيها خطأ أثناء القراءة. الخطأ هذا مصدر من مصادر الخطأ. المصدر الثاني من مصادر الخطأ هو نمزج الغلاف الجوي. يعني نحن الغلاف الجوي عملنا له نموذج رياضياتي وصفناه بالمعادلات وحل هاي المعادلات بيكون مصحوب بدرجة من الخطأ. الشغلة اللي كتير مهمة هون لحتى عم يكون في خطأ، لكن هو أنا خطأ عم نسميه خطأ تجاوزا، يعني هو بيسموه عدم قطعية. عدم قطعية التنبؤ يعني بشكل قاطع، يعني ما في تنبؤ بشكل قاطع، تنبؤ حاسم يعني أو ما في تنبؤ حاسم إنه بهاي اللحظة كله مبني على الاحتمالات. يعني في احتمالية عظمى لوقوع حدث معين بلحظة معينة، يعني مثلا بدها تمطر الساعة 5 باحتمالية 95%، فممكن 5% هي المتصيب تغلب. من وين جاي؟ من وين جاي هاي؟ هي جاي من الطبيعة الفوضوية أو بسموه أثر الفراشي. ممكن كل الناس سمعت أثر الفراشي أو بتعرف أثر الفراشي، إنه إذا فراشي رفت جناحها مثلا بالسويد ممكن تسبب بإعصار بأمريكا. هي مو لهذه الدرجة يعني، لكن أثر الفراشي هو بيعبر عن نظام الفوضوي يلي أثناء وجود تغييرات بسيطة جدا بالحالة الفعلية لتوصيف الجو بتأدي لتغييرات كبيرة بعد مثلا يوم او يومين او خلال ساعه. هاي صعب تكتشفوها يعني، هاي طبيعه المساله. يعني هاي طبيعه المساله، يعني دائما الابحاث كلياتها بتقوم على انه نحن يكون عندنا اقل قدر ممكن من عدم القطعيه. طبعا في عندك مشكله ثانيه بمساله فهم التنبؤات الجويه، هو قراءه الخبر بحد ذاته. انه مثلا احيانا في جزئيات بالخبر ما بنتبه للقارئ، يعني بتصفي هون الموضوع له علاقه في كيف انت عم بتصيغ خبر التنبؤ مثلا باسماء المناطق بالسويد، بيعتمدوا اسماء المناطق الاقاليم بالسويد. نعم. احيانا القارئ العربي او المتابع العربي ما بيعرف مثلا اسماء الاقاليم، يعني في له علاقة كمان بصياغة الخبر، فبنتحمل نحن مسؤولية أكيد. يعني هو هي بطبيعة المسألة ما فيها قطعية، ولذلك يعني ما بعتقد يعني ما في شيء اسمه الحق على إنه نحط الحق على حدا، لكن دائما بنسعى لأنه نستخدم يعني أكبر قدر ممكن من المشاهدات باستخدام المحطات الأرضية، الأقمار الاصطناعية والرادارات، كل هاي البيانات بتدخل، والطرق الرياضية يعني تحسين الطرق الرياضية كلها بتدخل بتحسين تحسين جودة المنتج خلينا نقول، أو تقليل عدم القطعية بالتنبؤ. حضرتك ذكرت التنبؤ العددي، في أنواع أخرى للتنبؤات؟ التنبؤ كان تنبؤ قديما تنبؤ مبني على الإحصاء، يعني تنبؤ هو أبسط تنبؤ إذا
في شيء اسمه تنبؤ، التنبؤ انه بقاء الطقس كما هو. ممكن انت تتنبأ اليوم تقول انه الطقس اليوم مثل طقس مبارح وبيصيب كتير. يعني تنبأ انه الطقس اليوم مثل طقس مبارح، هذا احد اشكال التنبؤ. التنبؤ الثاني مبني على الاحصاء، وفي طريقة للتنبؤ بسموه طريقة التنبؤ الساينوبتيكية، بس هي ما بعرف انا ترجمتها بالعربي، لكن بهاي الطريقة بيقوم فيها. من جاي هاي الكلمة؟ كلمة ساينوبتيك هي بتعتمد على ساعات القراءة، لأنه كل دول العالم وكل محطات بتعمل قراءات بأوقات ثابتة، فخلال هاي الساعات الثابتة يعني بتتم فيها القراءات. من هون اجت كلمة ساينوبتيك، كل ثلاث ساعات بيحطوا الخريطة، وبناء على معلوماتهم الرياضياتية والفيزيائية بيصيروا يخمنوا كيف عم يتجه الرياح، كيف عم تتجه تتحرك الجبهات وهيك، وبيبنوا تنبؤهم على أساسها. لكو علاقة بالتنبؤ بالزلازل والكوارث الطبيعية ولا؟ لا، ما في أي علاقة للمركز السويدي بهذا الموضوع. طيب حركة البحار، الملاحة البحرية يعني؟ نعم، بالمركز السويدي عندنا قسم خاص بالأبحاث بما يتعلق السطوح المائية من ضمن البحار والمحيطات والبحيرات الكبيرة، وقسم التشغيل العمليات اللي هو بيقوم بالتنبؤ فيها. فعنا نحن تنبؤ بحركة المياه والتيارات المائية بالبحار المحيطة بالسويد كمان 24/7. دكتور دانيال، مركز الأرصاد الجوية مؤسسة منتجة أم تعتمد بميزانيتها على الدولة فقط؟ يعني بالحالتين، في حال الحالتين يعني بالنسبة للخدمات اللي عم يقدم المركز للدولة والمجتمع. مين زبائنكو يعني مثلا؟ مين الزبائن اللي بتبيعوها المنتجات؟ يعني أكبر زبون إلنا هو الدولة السويدية. مقابل الخدمات اللي عم يقدمها المركز للمجتمع السويدي والمنظمات الدولية. في الجهات بتدفع لكم بناء على هاي الديتا أو المعلومات اللي بياخدوها من اليومية عن الطقس؟ في شركات ممكن يعني قطاع الأعمال الخاص، شركات النقل الجوي وشركات النقل البحري، إنه زبائن حتى بعض شركات النقل البري وهن من زبائن للمركز السويدي للأرصاد، وبياخد المركز مقابل هاي الخدمات الخاصة بياخد مقابله. بس طبعا تمويل المركز بيجي من عدة مصادر، يعني من مثل المشاريع اللي بياخدها مع بلديات، ممكن مشاريع مع مستوى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وهيك، ففي عدة مصادر دخل للمركز بالنسبة لدعم الأبحاث. والمركز موجود في نور شوبينج الرئيسي؟ المركز الرئيسي موجود بنور شوبينج، لكن في له مكاتب بأوبسالا، بمالمو وبيوتوبوري. فروع؟ مكاتب. شو وظيفتها؟ يعني كل مكتب له وظيفة محددة، مثل مثلا مكتب أوبسالا مسؤول عن أمور تنبؤ بالحالة الجوية بما يخص الطيران أفياشن، يوتيبوري الطرقات، ومالمو. في غيرك من الناطقين بالعربي بيشتغلوا في المركز؟ خلينا نقول أول إشي بالبحوث والمراكز الثانية، إذا عندك فكرة. بالنسبة للقسم اللي أنا بشتغل فيه مركز البحث، فعليا ما في غيري، لكن في شخصين ناطقين باللغة العربية بيشتغلوا بالمركز، لكن بأقسام تانية، بالقسم بالمناخ وقسم تاني بالخدمات. على ذكر المناخ، طبعا الفرق بين الطقس والمناخ معروف، بس بالنسبة لكم بالمركز كيف بتفرقوا بين الطقس والمناخ؟ الفرق بيناتهم بيعتمد على الفترة الزمنية اللي بيهتم فيها وعلى التفاصيل اللي بيهتم فيها كل بحث منهم. يعني لما نحن بنحكي على الطقس، يعني ممكن عم نحكي على حالة الطقس أو حالة الغلاف الجوي بلحظة معينة بزمان معين بمنظور قريب وبدقة أكبر. فبيهمني أنا مثلا درجة الحرارة أو كمية المياه الأمطار اللي رح تهطل مثلا الساعة 4 بعد الظهر خلال ساعة، قديش ممكن، هذا موضوع بيختص بالطقس. لكن لما بيجي البحث عن المناخ بيهتم المناخ بالمتوسطات،
يعني متوسط الأمطار رح يكون بعد 50 سنة بالمنطقة الفلانية هالكمية، درجات متوسط درجة الحرارة رح يكون مثلا 30 درجة بالمكان الفلاني. بما أنك أنت بتشتغل بالمركز المسؤول عن رصد المناخ والطقس، في لوبيات كاملة هي ضد، بتقول لك أنه مش مزبوط، يعني في تهويل أو في تخويف من مسألة الاحتباس الحراري. حكي لنا شوي عن هذا الموضوع من وجهة نظرك. هلا من وجهة نظري أنا ما عندي وجهة نظر، لكن بحكي من وجهة النظر العلمية طبعا. أكيد الوجهة النظري العلمية أنه الاحتباس الحراري هو دائما موجود، يعني يعني عمليا نحن في عنا على الأرض بيكون مثلا بالليل بيكون الحرارة 20 درجة 30 درجة بعض الأماكن، هاي الحرارة اللي عم نشعر فيها هي من الاحتباس الحراري. إذا الاحتباس الحراري هو ضروري لحتى يحفظ حرارة الأرض خلال ساعات اللي ما بيكون فيها شمس. فعمليا يعني شيء له إيجابيات الاحتباس، الاحتباس الحراري ضروري واقعي. الاحتباس الحراري ضروري، لكن المشكلة وين بتصير؟ بالأرض بشكل عام متوسط حرارة، متوسط حرارة الأرض 285 أو 280 درجة كلفن. بتقعد ولا درجة مئوية؟ تقريبا 5 درجات على ما أذكر المتوسط العالمي لحرارة الأرض، فهذه محفوظة بسبب وجود الاحتباس الحراري الطبيعي. يلي النقطة اللي أنا بدي أوصلها أنه الأرض بشكل عام عم تتعرض للتسخين بشكل دائم من قبل الشمس، لكن هالحرارة اللي عم تستقبل الأرض كميتها كتير كبيرة، عم يروح قسم منها يرجع للغلاف الجوي. نحن بنستقبل حرارة من الشمس على شكل أمواج قصيرة بنشعر فيها خلال الساعات المشمسة، لكن بنفقدها على شكل حرارة بأمواج طويلة بسموها أو أمواج أشعة ما تحت الحمراء خلال ساعات الليل. منحس فيها بالليل، نحن منحس أنه هذا الدفى بالليل هو عمليا هذا الدفى اللي هو عم يهرب من الأرض. فإذا ما كان في توازن بين كمية الحرارة الداخلية وكمية الحرارة الخارجية بتصير الأرض عم تعرض للتسخين، يعني بتصير درجة حرارة الأرض بالآلاف. لكن هذا التوازن موجود بدرجة معينة بسبب وجود الاحتباس الحراري طبيعي الطبيعي. هلأ الاحتباس الحراري شو اللي عم يسببه؟ عم يسببه هي الغازات اللي عم تقوم بامتصاص الأمواج الحرارية أو بتخليها بالأرض. إيه وتخليها بالأرض. هلأ إذا زادت كمية هاي الغازات بالغلاف الجوي مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو الغازات غاز الميتان وغيره، بتصير تزيد درجة متوسط درجة حرارة الأرض، اللي هذا الشيء اللي عم يقوم العلماء بحسابه ونشهد زيادته بشكل سنوي. يعني الخلاف انه هلا النشاط البشري عم بيساهم بشكل كبير بزياده الاحتباس الحراري، ام ان الامور الطبيعيه هي هيك وهذا التطور طبيعي انه لازم يزيد مع الوقت؟ الغازات الدفيئه الغازات الدفيئه موجوده بالطبيعه، لكن الانسان بدوره يعني ما له دور ايجابي بالموضوع، يعني دائما عم بيكون دوره سلبي تخريبي. بالموضوع بانتاج الغازات الدفيئه مثل غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان او حتى الغازات السي اف سي، عم بيزيد انتاجها بالجو وبالتالي عم يزيد عمليه الاحتباس الحراري ويرفع درجه حراره الارض. دكتور دانيال، انت اثناء مثلا دراستك في المدرسه او الثانويه كان عندك هدف تشتغل بالارصاد الجويه؟ بالحقيقة أنا كان هدفي هو هندسة المعلوماتية. المعلوماتية. فكيف بأي فترة من الفترات قررت تدخل هذا المجال؟ هلا أنا بالفحص البكالوريا، يعني بالبكالوريا وهيك ما كانت علاماتي بتأهلني إني أدخل على المعلوماتية، فدرست الرياضيات. لكن أغلب زملائي كانوا يدرسوا هندسة معلوماتية، فأنا كنت متابع لمنهاج الهندسة المعلوماتية مع الرياضيات اللي كنت عم بدرسها. بس كانت تعليماتك بالرياضيات ممتازة. أنا كنت بحبه للفرع يعني، وبصراحة يعني دخلت عليه وعن محبة وقناعة، بعدين يعني اقتنعت تماما أنه كان أفضل أني أدرس رياضيات، والحمد لله كنت متفوقين فيه. الرياضيات تقريبا أم العلوم تقريبا.
الرياضيات هي الأساس العلمي لكل شيء. لغة العلم. هي لغة العلم بشكل عام. ولها لساتني بستخدم المفاهيم اللي تعلمناها بالجامعة. لكن الرياضيات اللي أنا درستها هي رياضيات بحتة. طيب مثلاً في بلادنا مثل مثلاً سوريا اللي بيشتغلوا بالأرصاد الجوية وين بدرسوا؟ شو خريجين شو؟ الأرصاد الجوية هي ممكن أي حدا دارس رياضيات أو فيزياء أو حتى بالهندسات ممكن يشتغل فيها، لأنه هي مجالاتها واسعة. يعني فيه ناس مهندسين كهرباء بيشتغلوا بقسم الرادارات المتخصصة أو الأقمار الصناعية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. قسم دارس هندسة معلوماتية وذكاء اصطناعي بيدرسوا بتطوير الموديلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالأرصاد الجوية. ناس دارسين رياضيات بيشتغلوا بالقسم الرياضياتي بس يمكن بيحتاجوا شوية تدريب أو تأهيل أو إيه طبعا. هلأ أنا لما درست الماجستير إحنا بالرياضيات ما كنا ندرس فيزياء، درسونا 17 مادة إضافية بما يتخص الفيزياء والغلاف الجوي وديناميك الغلاف الجوي وترموديناميك وهالقصص. إلى علاقة شيء بعلم الفلك ولا ما إلى علاقة؟ لا ما له علاقة بعلم الفلك. طب شو بتنصح الطلاب اللي موجودين هون الناطقين بالعربي إذا بدهم يشتغلوا بهذا المجال يدخلوا هذا المجال شو بتنصحهم؟ يعني هو النصيحة عامة بتنصحهم ولا ما بتنصحهم؟ لا هلا المجال بشكل عام يعني عم بتزيد أهميته يوم بعد يوم، مو لأني أنا بشتغل فيه يعني لا، لكن الأهمية والاهتمام بالمجال عم بزيد يوم بعد يوم، وهذا الشيء منشوفه بشكل مباشر من خلال اهتمام الشركات الكبيرة مثل شركة جوجل وآي بي إم أو حتى شركة إنفيديا بالدخول بهاي المجال وبيعتبروه إندستري جديد. فعمليا هن منافسين احتماليين للخدمات الوطنية بالمستقبل. ممكن يكونوا هن بديل عن المؤسسات الوطنية، لكن كقاعدة عامة للشخص اللي بده يشتغل بالمجال الأرصاد هو إنه يكون عنده أرضية قوية بالرياضيات والفيزياء والباقي بيتعلمه بالخبرة أو خلال دراسة الماجستير أو الدكتوراه. دكتور دانيال يازجي، سعداء جدا باستضافتك بالكومبيس وسعداء جدا بالمعلومات اللي أعطتنا إياها وفخورين فيك جدا بهذا المركز البحثي اللي موجود فيه، وبنتمنى لك التوفيق والمزيد من النجاح. شكرا كثير لك، شكرا لاستضافتكم، وشكرا لكم أعزائنا المتابعين، وإلى اللقاء.